حركة المرور بهذه الولاية. يخيل إليك وأنت تشاهد هذه الصور أنها لقطات تبعث في النفس البهجة والسرور في موسم خريف يحلم به الجميع، لكن الحالة تختلف إذا علمت أنها في العاصمة نواكشوط، فهذه المياه المتجمعة معرقلة للحركة بالنسبة لسكان العاصمة. وتفاديا لتلك المخاوف باشرت فرق المكتب الوطني للصرف الصحي منذ السويعات الصباح الأولى بأخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل شفط المياه من مختلف أماكن تجمعها. ويصنف هذا الشارع من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها المياه في هذا الموسم، وبفضل الجهود المبذولة في هذا الشأن تم التخلص من تلك البركة في أسرع وقت. الحمد لله أصحاب زين باك وغضب، جاتنا الباك تدخل الساعة الواحدة صباحا، الحمد لله لا ما لا يتخصر اللي ما صلحت. هذه السلطات الإدارية والصرف الصحي باشروا عندما خلق هذه المستنقعات باشروا في شفطها، ولكن هذا يتطلب المزيد من الجهود وتعاون المواطنين ايضا. اصحاب ملي زينه جاتنا او لا جات شويه وخلاص اجا وجاونا سترنيات وعادوا ينطروا منها لما شويه. حقا عاد المرور صعيب شوي السيارات وكذلك ملي حتى قاعد القطرة لا نمشي هكذا وتعاد صعيب. الجهات المعنية بالصرف الصحي أكدت جاهزيتها ووضعها كل الوسائل المتوفرة في خدمة المواطنين. قام المكتب الوطني للصرف الصحي بإعداد خطة لمعالجة هذه الأمطار واستقبالها بما يليق بالتوقعات. أولا عدلنا توزيعة على ولايات نواكشوط الثلاث، كل ولاية من ولايات نواكشوط أعطيناها عدد من الصهاريج مجهزة بالمطخات وبكل ما يلزم. الشبكة هون المطخات كاملة جاهزة وتعمل على كل ما كان ذلك ضروريا، وتنظيف الشبكه كلها تم تنظيفها. وبالامس كنا نتحسب لهذه الامطار لان شفنا توقعات الارصاد الجويه، وقمنا باعداد ما يلزم لذلك، والحمد لله له تشوف النتيجه لذاك أن الآن 70% إلى 80% من الشوارع الرئيسية كاملة تم شفط المياه عنها، والحركة اليوم في انسيابية تامة وظروف جيدة، كما قمنا بإنقاذ بعض الأسر اللي تخلي الماء في ديارهم، وإحنا الآن ما زلنا اليوم صهاريجنا يجوبوا الشوارع كل ما كان هناك شارع مقفول. بشائر خير توحي بها نسب الأمطار هذه السنة، لكنها بالنسبة لسكان العاصمة نواكشوط تبقى ممزوجة بالقلق والتخوف حول تعطل الحركة، معولين على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف الضرر الناجم عنها.